فرقتهم أشد الناس حبا لآل البيت. فإذا جاء أقوام في زماننا يريدون أن يتحدثوا عن محبة آل البيت ثم يقعوا في الصحابة أو يسيئوا الأدب على قدر الصحابة، نقول لهم اذهبوا وأنتم وحبكم، فإن أئمتنا في حب آل البيت هم الصحابة. لا يتأتى أن يجتمع حب آل البيت وبغض الصديق في قلبه، لا يتأتى أن يجتمع حب آل البيت وبغض الفاروق في قلب. يكذب من قال أنه يحب آل البيت ويذهب بمذهبهم ثم يتجرأ على أصحاب صاحب البيت. يقول سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين وهو على فراش الموت، لما سئل ما الذي تدين الله به في حق أبي بكر وفي حق عمر، قال إني الآن على فراش الموت ولا أخشى أحدا، أما وإني أقول لكم برئت مني ذمة جدي رسول الله إن كنت أبرأ من أبي بكر وعمر. هذا مذهب أهل البيت. أبو بكر يقول ارغبوا محمدا في آل بيته، عمر كان يقول لسيدنا الحسين وهو يمسح على رأسه بأبي أنت وأمي وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا أنتم يا آل رسول الله، يا آل رسول الله.